والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة ومصطفى ميزار. شكرا سحر ناجي وشكرا محمد عبد الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة من التلفزيون المصري. استقبل مطار القاهرة الدولي أول فوج سياحي صيني قادم إلى مصر منذ 3 أعوام ليكون هو الأول منذ جائحة كورونا. هذا وقد قام مطار القاهرة الدولي بتجهيز استقبال خاص للفوج السياحي تضمن إهداء بعض الهدايا التذكارية. لأول مرة منذ 3 سنوات يصل وفد سياحي صيني لمطار القاهرة الدولي بعد انتهاء جائحة كورونا ورفع إجراءات حظر السفر في العالم عليهم، لتكون مصر أولى دول العالم التي تستقبل وفودهم على أرض السلام. الاستقبال جاء في أجواء احتفالية نظمها المطار عبر إهداء الوفد هدايا تذكارية تعبر وتؤكد قوة العلاقات الثنائية بين مصر والصين. احنا بالنسبة للسياحة الصينية احنا اجتمعنا من حوالي اسبوع مع معالي السفير سفير الصين في مصر، واتناقشنا في وجهة نظرنا في زيادة الرحلات للصين. والحقيقة هو كان عنده رغبة شديدة جدا ان هي اعداد الرحلات للصين انها تزيد، فقدمنا طلباتنا وهو ساعدنا الحقيقة، ووعدنا ان احنا الاعتمادات دي هتبقى في اقرب وقت اللي هي في آخرها إن شاء الله، إن احنا هيكون عندنا حوالي 7 رحلات لجوانزو في الأسبوع، 3 رحلات لهانزو، بكين اللي هي كانت واقفة خالص، فإن شاء الله تبقى 3 رحلات. السوق الصيني الحقيقة بيتميز بأنه في أكتر من 1.4 مليار نسمة، لو جبنا منهم 10% فده نقدر نكون وصلنا للتارجت اللي احنا حاطينه لنفسنا إن شاء الله. الحقيقة النهاردة في لقائي مع سيادة السفير اتفقنا على نقاط عريضة هامة جدا جدا، كيفية استقطاب السائح الصيني اللي يقدر الخدمات اللي احنا بنقدمها. مصر والصين الحقيقة عندهم التاريخ عريق، تاريخ وحضارة كبيرة، وبالتالي السائح الصيني بيتميز بأنه بيقدر هذه الحضارة وهذا التاريخ. 来到了埃及，那么我想强调的是，首先是我们中埃。 اليوم هو اليوم محتفل به لأنه بعد 3 أعوام من الجائحة قد شهدت التحسن للإجراءات الصينية لمكافحة الجائحة، واليوم قد جاءت لمصر أول الفوج السياحي، وحيث يعتبر بأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر تطورا عميقا، وتعتبر الصين ومصر الصديقان حميمين، وقد شهدت الإجراءات لمكافحة الجائحة يدا بيد على مدار 3 سنوات. فقرات فنية واحتفالية مختلفة لاستقبال 25 سائحا صينيا ضمن هذا الوفد، والذين عبروا عن سعادتهم بهذا الاستقبال واستعدادهم لبدء البرنامج السياحي المعد لهم للاستمتاع بزيارة الأماكن السياحية الخلابة التي تتمتع بها مصر باعتبارها الوجهة السياحية الأهم في العالم. احنا النهاردة كان معنا حدث مهم، ان من اوائل الدول اللي قررت الصين تفتح عليهم السياحة الصينية او تجذب لهم السياحة الصينية هو السوق المصري من ضمن 20 دولة فقط. احنا بنتكلم عن تقريبا اول او تاني فوق سياحي يخرج من الصين لدول العالم. ما سافرش غير مرتين فقط بس، تمام، لدولة افريقية، فدي اول مرة يجي فيها مصر. هو مدرس انجليش، فبالنسبة له بيعلم دايما الطلبة بتوعه ان هم ازاي بالنسبة لمصر، لانها دولة ذات عراقة، واحدة من الحضارات الاربعة الكبرى في العالمية. انه جاي هنا يشوف دولة حضارتها عدت 7000 سنة، عايز يشوف الاهرامات اللي بالنسبة له هي بقى لها 5000 سنة، عايز يشوف التاريخ المصري، عايز يتعرف اكتر على الحضارة المصرية بتاعتنا، وطبعا منبهر بالاستقبال.
استقبال أول وفد سياحي صيني يأتي بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية الصيني لمصر، والذي أكد زيادة عدد السياح الصينيين واستئناف الرحلات ليتجاوز مستوى ما قبل كورونا، مع تأكيد مصر على توفير كل سبل الراحة لهم وتأمينهم استمرارا للشراكة المتميزة بين البلدين. محمود جميل، التلفزيون المصري. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أهمية مشروعات صناعتي التكرير والبتروكيماويات ومشروعات البنية الأساسية لقطاع البترول لدعم خطط تأمين واستقرار إمدادات المنتجات البترولية والبتروكيماويات للسوق المحلي، وكذلك دعم خطط عمل مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز. جاء ذلك خلال رئاسة الملا للجمعيات العمومية لشركات القطاع العام الإسكندرية والعمرية للبترول والبتروكيماويات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والاعتماد لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي القادم 2023-2024. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مسجلة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي ومدعومة بآفاق اقتصادية متفائلة بالنسبة للصين. هذا وقد ارتفع الخام خام برنت بما يعادل 1.7% ليصل إلى 87.63 دولار للبرميل، وزادت أسعار الخام الأمريكي بنسبة 1.2% لتسجل 81.31 دولار للبرميل. كذلك صعدت أسعار المازوت عالميا هي الأخرى بنسبة 2.2% لتصل إلى 3.35 دولارات للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بما نسبته 3.8% لتسجل 3.17 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة الأمريكية للشهر 11 على التوالي ولأقل مستوى منذ 12 عاما خلال الشهر الماضي. أكدت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن المبيعات تراجعت بنحو 1.5% على أساس شهري مقارنة بتوقعات انخفاضها بنسبة 5.4%، كما هبطت المبيعات بنسبة 34% على أساس سنوي مسجلة 4.2% للمليون للمنزل الواحد، وهي أقل وتيرة مبيعات منذ نوفمبر من عام 2010. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. في النشرة السادسة نعود لاستكمال ما تبقى في الأخبار السياسية مع محمد عبد الله وصحر نيل. شكرا لك مصطفى.